أطفالنا من البرامج والألعاب المضرة والمشبوهة؟ حلقة اليوم تحمل الإجابة. لإخراج الأطفال من صدمة الصراعات والتهجير، إحدى المنظمات الأهلية تقيم مشروعاً توعوياً في مدينة بن وليد. كما سنتابع في هذه الحلقة، الحرس البلدي يضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عين زارة. صباح الخير عليكم مشاهدينا ومستمعينا، وين ما كنتم، في بيوتكم، في طريق عملكم، وفي كل مكان تشوفوا فيه في شاشتنا أو تستمعوا لنا عبر أثير الإذاعة. مشاهدينا، مع التطور السريع للهواتف والحواسيب والتابلت وكثرتها، أصبح أغلب الأطفال لديهم أجهزة ذكية يستخدمونها في التعلم والألعاب وحتى الإنترنت. كل ذلك يدفع أولياء الأمور للتساؤل عن كيفية حماية جهاز طفلي من البرامج المضرة والألعاب المشبوهة والدعايات الغير مرغوب فيها. التقرير التالي يحمل مزيد من التفاصيل. الهواتف الذكية، التابلت أو الأجهزة اللوحية، أصبحت موجودة في أيدي أطفالنا دون سقف وصول إلى العالم والمحتوى. ألعاب وتطبيقات تعليمية وأخرى ترفيهية عامة أصبحت تنتشر في كل المواقع، إما على شكل إعلانات أو في برامج التحميل. ولحماية طفلك من البرامج الضارة، عليك القيام بإجراءات عديدة، منها عدم منح باسورد حساب الآيتونز أو الجوجل إلى طفلك، عبر عدم وضع الجهاز على الحفظ التلقائي، مراقبة تدفق البيانات إلى جهازه الذكي بين الحين والآخر، ولحمايته من البرامج الضارة أو الفيروسات. أي إذ كان حجم البيانات كبيراً فإن هناك استخداماً غير طبيعي للجهاز. أشغل طفلك بتطبيقات الألعاب المشوقة وذات الجودة العالية، واحرص على تحديثها حتى لا يبحث عن غيرها في محركات البحث، واحرص على تفعيل ميزة عدم تثبيت البرامج غير الموثوقة، حاول شراء البرمجيات المدفوعة الخالية من الإعلانات غير المناسبة لسن الأطفال، وأخيراً لا تمنح له وقتاً طويلاً لاستخدام الأجهزة الذكية. ولتتعرف على برامج الحماية للأجهزة الأطفال، ينضم إلينا هنا في الاستوديو المهندس رامي فؤاد. صباح الخير أستاذ رامي. صباح النور، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. تمام أستاذ رامي، كيف ما استمعنا للتقرير، أنه كيف ما نعرف إحنا دينا كل طفل عنده جهاز يستخدمه، إن كان تليفون، إن كان تابلت، إن كان جهاز إلكتروني، سمارت فون. تمام، كيف إحنا نقدروا نحمي الطفل باش ما يخشش لبرامج أو جيه البرامج غير مرغوب فيها وهو ما يعلمش يعني بالموضوع هذا، وأكيد حتى تسبب له يعني حتخش في مواضيع أخرى، يعني إحنا غير مرغوبين، إحنا مش مجهزين الطفل لها بالضبط. طيب طبعا أول شيء مش هنتكلم عن الجزء التربوي، طبعا هو إحنا موضوعنا كله على الموضوع طبعًا التقني، اللي كيف نحمي الطفل أو كيف نحمي الناس اللي ما زالت غير مؤهلة إن هي يعني تستخدم الأجهزة، وهي ما تقدرش تستوعب او تقدرش تفرق بين البرامج او الالعاب النافعه والحاجات المضره. طيب يختلف الموضوع طبعا من اطفال صغيرين لاطفال اكبر. اول شيء المتاجر بتاع الالعاب والتطبيقات والبرامج، على قد ما هي يعني فيها برامج يعني اعدادها كبيره هلبة مفيده، فاني لازم اني يعني نحل اول شيء نحاول أن ننزل الحاجات المفيدة، لأن هذه حيغني عن أمور تانية. كويس. تاني شيء لازم أن نعرف كيف نحمي الجهاز بتاع طفلي، أنه هو ما يحملش مثلا صورة أو شيء من الجهاز بدون قصد للإنترنت. طبعا ما فيش حتى الأطفال الصغيرين بكل ممكن يعرفوا الأمور هذه، أن جهازه ويبي يربط بالإنترنت ويبي ينزل ألعاب، خصوصا أنه في ألعاب تلعب يعني أونلاين أو هي الجهاز مربوط بالنت. فلازم أول شيء أننا نتدخل، أننا نحاول نمنع وصول الصور والبيانات الموجودة على الجهاز، نمنع وصولها لأي أحد البرامج اللي هي مربوطة بالإنترنت. كيف نمنعها؟ هذه خاصية موجودة في الجهاز. كويس، يعني موجود في الأجهزة، معظم الأجهزة تقريبا خاصية أنك أنت تمنعي تحميل أو مش تحميل البرامج، ما توصلش للصور وبياناتك الخاصة. هذا أول شيء نتحكم فيه، خصوصا للأعمارهم صغيرين، لأن طبعا مش حيقدر يفرق. مرات يطلع على برنامج يبي صورة يبي حاجة، فحيخش إنه هو يبي يلعب وبدون قصد مرات إنه هو يحمل شيء. هذا لازم أننا نتدخل فيه، يعني شيء لازم نديره بإيدي.
تاني شيء لازم أهم شيء وأكثر شيء هو اللي هو خطر على الطفل الدعايات اللي تطلع مع الألعاب أو البرامج تطلع فجأة بالضبط ومرات تطلع بأمور ملهاش علاقة بالألعاب حتى على اليوتيوب حتى على البرامج اللي هي متاع التواصل الاجتماعي حتى على الألعاب حتى على البرامج اللي نستخدم فيها مثلا في تحميل المقاطع أو في تحميل الفيديوهات أو في تحميل الموسيقى هذا كله يطلع في برامج هي عبارة البرامج تكون حتى لما أنت بتنزلها من المتجر تكون فري مجانا وتستخدم لترويج إعلانات في بعض الإعلانات أو أغلبها يكون مش مناسبة للطفل وحتطلع له طبعا ما قدرش يتخلص منها مرات أنه هو يحاول يتخلص منها تطلع له برامج تانية في بعض البرامج موجودة في المتاجر سواء لأجهزة الأندرويد أو سواء لأجهزة منتجات الأبل بالنسبة هنعطوا مثلا في زوز برامج معروفين يعني بنجاحهم في الموضوع هذا في برنامج اسمه بين شوز البرنامج هذا يمنع لك جميع الإعلانات في جميع البرامج والألعاب إنك هذا ينزل للشخص اللي ينزل موجود في المتجر وتقريبا موجود حتى مجانا موجود انت مجرد ما تنزلي البرنامج وتفعلي البرنامج على جهازك مثلا هذا البرنامج طبعا خاص بمنتجات الأبل اللي هو الآيفون والآيباد حيتخلص لك من الإعلانات اللي تطلع حتى في اليوتيوب حيتخلص لك من الألعاب الإعلانات اللي تطلع في الألعاب وفي البرامج الثانية فحتكوني انت حديتي من موضوع ان لما تخش لك شيء او يخش لك شيء على الجهاز انت تخافي منه للطفل كويس حيساعدك يعني البرنامج هذا في برنامج ثاني تقريبا انه موجود حتى هو في الأبل او موجود في متجر شركة الأبل وموجود الأندرويد اللي هو اسمه اد بلوك في برامج تانية في برامج هلبة مش شوية لكن احنا طبعا اعطينا مثال كأقرب زوز برامج نقدر نستخدمهم بسرعة هذا كله حيحد لك من الموضوع هذا يعتبر أكثر شيء نخاف منه حيحد بالضبط نهائي هو هذا موضوع البرامج الدعايات اللي تطلع في البرامج هذا أكثر شيء يخوف لأن مش معقولة أنت بتقعدي مع الطفل طول الوقت وهو يلعب أكيد. مش معقولة بتقعدي طول الوقت وهو تتفرج عليه أو نراقبة بالضبط فمش حينفع وبعدين الأطفال إحنا تو ما شاء الله الجيل الجديد كله متفوق تقريبا حتى علينا إحنا في التكنولوجيا صحيح. وعنده شغف وعنده طموح وعنده إنه هو يبي يخش ويتعلم فحيضطر يقعد يخش وعنده حتى فضول أكيد فهذا ليش قلنا إحنا في البداية لازم إنك أنت يعني حتى لما تنزل لبرامج طبعا اغلب الناس ما يكونش عنده فكره في حتى اولياء امور ما عندهاش فكره على التنزيل يلجا لمحل يلجا لصديق يلجا لمتجر يلجا لاي مكان انه بينزل مجموعه العاب لازم تعب روحك شويه تراجع الالعاب هذه في العاب في اغراض منها ثانيه حتى مرات اللي منزلها نفسها المحل او الشخص اللي منزلها على الكمبيوتر ما يعرفش ممكن ما يعلمش بها بالضبط ما عندهاش فكره في العاب أنا في مرة صار معي موقف نزلوا في برامج دينية في برامج مكتوبة هي مكتوبة يعني تشبهها برامج دينية إسلامية هي برامج ما لهاش علاقة بالدين الإسلامي هي برامج ديانات أخرى تنخدعي في الاسم لكن لما تخشي في التفاصيل متاع البرامج تلقاها أن هي أمور تانية طبعا في ناس تفوت عليها أنا واحد من الناس ممكن لو ما كنتش تعمقت في قراءتها فهذا مثال أن مش كل شيء ينزل أو كل شيء يتنزل لا تقول تاخذ بالشكل لازم تفحصه خصوصا لما يكون الموضوع يخص الاطفال لان الطفل مش حيقدر يفرق ولازم توعي الطفل في نفس الوقت عن البرامج هذه تحاول انك انت تعبي له الجهاز بالبرامج المفيده فيه برامج تعليميه لجميع المجالات في برامج تعليم الحروف بالعربي وبالانجليزي تعليم الصلاه حتى حسب عمر الطفل بالضبط بالضبط هو طبعا الموضوع زي ما قلنا يختلف حسب عمر الطفل نبي نقول جزء بسيط يخص الكمبيوتر طبعا مش كل الاطفال تو يستخدموا في الكمبيوتر لكن مرات انت تخلي كمبيوترك مفتوح لطفلك او تخلي حتى لما يكونش طفل ممكن يكون حد كبير كده بتستخدم بعض البرامج اللي تمنع لك المواقع اللي غير مرغوب فيها في الكمبيوتر برامج التصفح نفسها فيها تو خاصيه او ميزه اسمها التصفح الامن موقع جوجل نفسه فيه طبعا مش كل الناس يعرف المعلومه هذه فيه حاجه اسمها التصفح الامن حيمنع لك اي موقع او اي رابط او اي دعايه او اي صوره مشبوهه هذا كله حيساعدك ان ما تجيش حاجه بالغلط طبعا الموضوع يعني يتفاوت او يختلف مع حد كبير في السن طبعا حيكون الموضوع مختلف يعني او بالنسبه للرقابه بالنسبه للبرامج اللي احنا نستخدمها حيكون في حاجات اقوى من نيني نمنع مجرد التصفح يعني شن هي الحاجات نيني نمنع مثلا مش حتى من على الجهاز نفسه نقدر نستخدم شيء في الموزع الوايرلس او الراوتر اللي يوزع لي في الوايرلس نقدر اننا نحجب عن طريقه هو المواقع المشبوهه او المواقع الغير مرغوب فيها
وحتكون محميه برقم سري، يعني مش هيقدر حتى لو ان هو مش هنقول الطفل تو، هنقول الشاب او الابن او المراهق مثلا بالضبط. لو قلنا ان هو يحاول لو قلنا مثلا ان هو يحاول يتخطى او ان هو مثلا يتحايل ان هو بيدير شيء، مش هيقدر يتخطى الارقام السريه او الامور اللي مديرها بارقام سريه. فهذا موضوع يختلف عن موضوعنا، لكن حاجه قلناها يعني في سياق الحديث بالضبط. حتى هي يعني في ناس، هي هذه امور عاديه، امور معروفه لمعظم الناس، لكن في اولياء امور تلقيهم حتى فكرتهم على التكنولوجيا بسيطه، لكن في نفس الوقت ما يبيش ولده او طفله او بنته ما يبيش يشد على التكنولوجيا، فيخلي لها التكنولوجيا مفتوحه، وهذا غلط طبعا. موضوع التربوي هذا مش جزءنا، لكن احنا نتكلم يعني كيف تحمي نفسك، كيف تحمي بيتك، لان الموضوع يتطور، والشخص او المراهق او الشاب ديما عنده انه هو يبي يعرف، يبي يشوف، يبي كذا. طيب سيد رامي، يعني كيف ممكن نحجب المواقع هذه؟ لازم ضروري من اللجوء لمهندس الكتروني، او في خطوات نقدر نتبعها اني يعني كشخص عادي من يكون ما نعرفش في الالكترونات، ولا ضروري اني نلجأ لمهندس؟ شوفي، هي طبعا لو انت تعرف تستخدم الكمبيوتر اكيد مش حيكون صعب انك انت تعرف تثبتي برنامج، تقدري تبحثي فيه برامج، يعني هو الموضوع مش صعب. حتى لو جئتي لاي مركز للكمبيوتر او اي مركز لتقنيه المعلومات، قولي لي مثلا نبي برنامج لحمايه او حمايه جهازي او حمايه بيتي او كذا، حتى الموضوع مش مكلف، يعني الامور هذه في متناول الجميع. لو انت ما تقدريش او الشخص ما يقدرش مثلا ان هو يوصل للبرنامج وينزله ويتاكد من فاعليته، ممكن يلجا لاي حد، والموضوع زي ما قلنا بسيط ومش مكلف يعني. طيب خطواته، لو أنا حابة مثلا نحمي جهازي، شنو الخطوات؟ شوفي، هو مبدئيا بتنزلي برنامج لكمبيوترك بيحمي كمبيوترك بالكامل. كويس، مش حيفتح لك اي موقع مشبوه، حيقول لك هذا الرابط مثلا، او يقول لك ان الجهاز محمي. حتى برامج الانتي فايروس فيها الشيء هذا، مثلا يعني لما جيت تفتح يقول لك لا محمي، هذا الموقع محمي بموجب كذا كذا كذا، فهذا هذا حيساعدك. كويس، زي ما قلنا لو الموضوع فيه تحايل من الطرف الثاني نقدر نلجأ، لازم نلجأ طبعا لحد متخصص، باش يكون الموضوع اللي او القيود اللي بنديرها فعلا تنفعني. ما تكونش شيء يقدر هو يتخطى. تمام. فاحنا طبعا يعني تحدثنا عن كيف حمايه البرامج، حدثنا كيف نقدر، اعطيتنا خطوات بسيطه للشخص العادي اللي ما يقدرش مثلا يلجا لمهندس، ولو في شيء اصعب اكيد نلجأ لمهندس متخصص. اكيد، بس يا ريتك تقولي شنو هي البرامج اللي ممكن مثلا طفل عمره من 5 سنوات لعمر 10 سنوات، شنو هي الالعاب اللي ممكن ننزلها للطفل في العمر هذا تحديدا؟ شوفي، فيه زي ما قلت لك فيه برامج، انت مجرد ما تكتبي لتعليم الاطفال في المتجر حيطلع لك جميع البرامج اللي انت تبي او اللي انت ممكن تستحقي لها او تحتاجها باش تنزلها للطفل. زي ما قلت لك حتلقي برامج لتعليم الصلاه، حتلقي برامج لقصص الانبياء، حتلقي برامج لتعليم اللغه الانجليزيه حتى بطرق بدائيه وفيها صوت وصوره. في برامج تعلم الطفل حتى كيف ينطق الاكسنت بتاع الانجليش، اللغة العربية كيف ينطقها، في برامج تخليه حتى يكتب على الشاشة. تمام، هذا كله الطفل إن شاء الله حتى عمره 2 سنين هذا كله مع الوقت حيثبت في ذهنه وحيتعلم، يعني هذا الكلام هذا عن تجربة. فحتلقي إن فيه فائدة، لكن الفائدة لو أنت ما نزلتيش البرامج هذه حيلجأ هو، حيضيع وقته باللعب في ألعاب تانية، وممكن الموضوع يعني يحصل بعد مضرة أكبر من هيك. طيب سيد رامي، بنسألك على لعبة البوكيمون، يعني شني وضعها في؟ شوفي، طبعا انا كتبت مره منشور على الموضوع لعبه البوكيمون هذا، ان الناس تتكلم وهذه لعبه اختراق ومخترق. طبعا احنا مخترقين من جميع استخباراتيه، هي احنا مخترقين من جميع الجهات. هذا ما يقال هي لعبه استخباراتيه، يعني جميع معلومات هي العالم الخارجي مش واقف على لعبه او برنامج باش يخترقنا، احنا مخترقين شبه من جميع البرامج اللي نستخدمه فيها، يعني يكفي برنامج زي الفايبر، جميع البرامج التواصل الاجتماعي مخترقين عن طريقها هي، لان هي توصل لاسمائك، رسائلك، بياناتك. فانت مخترقه. لعبه البوكيمون هذه تختلف عن البرامج الثانيه في موضوع انك انت تفتح الكاميرا وتصوري في اماكن ما تعرفيش، انت تلعبي في لعبه. فمرات تخشي حتى في ناس دخلوا لجامع يلعبوا، يعني تخيلي لوين وصلت. فهو الموضوع، هو مش حنقول لك انه هو ماليش علاقه بالاختراق، ليه علاقة بالاختراق، لكن
الواحد قدر الامكان انه هو يحاول يقيد روحه، ما يتساقش ورا لعبه، ما يتساقش ورا شيء. اوكي جربتها، تعرف معلومات عليها، تعرف كذا. في حسب ما سمعت في احد الدول حرمت حتى لعب اللعبه هذه. ايه دينيا وشرعيا. ايه. فالافضل ان الواحد يعني يتباعد عليها افضل، يعني هي اللعبه غير مفيده بالمره، ان هي ايه. تخليك تفتح الكاميرا في اماكن مرات انت وتجميع يعني بكمونات يعني بالضبط. هي عباره عن لعبه مش مفيده، يعني بمعنى هي مسليه نقدر نقول. هي فيها شغف كبير. هذا اللي ضايف اللعبه، هي تسليه يعني. ايه هي تعتمد على العالم الافتراضي هي تعتمد على العالم الافتراضي. في بديل لها اللي هو النظارات العالم الافتراضي، هذا شيء تكنولوجيا نازله توا. طبعا نزلتها شركه سامسونج، في حتى منتج هذه بديله للبوكيمون. هي مش بديل. لعبه البوكيمون الشغف اللي صاير للناس بسببها ان هي تعتمد على العالم الافتراضي. تمام. يعني كاني عايش في عالم، يعني لما تزيد دوري على البوكيمون تلقيه مثلا في دار، في 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 مكان، في جامع، في صاله، في كذا، في مصرف، في الشارع، فتقعدي انت تسعي وراها، تحب يعني الواحد يحب ان هو يمشي ويدير ويلعب اللعبه هذه. العالم الافتراضي في النظاره او في نظاره العالم الافتراضي يخلق لك عالم جوه النظاره نفسها. تمام. انك انت كانك عايشه في الواقع، انت تتحركي في مكانك، لكن انت كانك تتحركي في برا، وانت تتحركي في مكانك. فهي بديل مناسب، يعني لو ان شخص يحب الالعاب هذه او شغوف جدا بالالعاب، هي ممكن ان هو يستعين بالنظاره. حتى هي تكنولوجيا مطروحه في الاسواق، لان مطروحه، وفي منها يعني انواع توا وصلت ممكن 20 دينار او 30 دينار موجوده. سعرها رخيص جدا، يعني مش بنفس الجوده، لكن نقدر ان نستغنى عن لعبه البوكيمون بحاجه ثانيه يعني افيد او اقل مضر. طبعا اللي عليها جدل بالضبط. استاذ رامي فؤاد المهندس الالكتروني، شكرا على تواجدك معنا. مشاهدينا فاصل وقصير ونشاهد بعدها. لإخراج الأطفال من صدمة الصراعات والتهجير، إحدى المنظمات الأهلية تقيم مشروعا توعويا في مدينة بن وليد. أما الآن مشاهدينا نتابع هذه الحوصلة الإخبارية السريعة في فقرة أخبار البلاد. انطلقت بمدرسة الخرائق للتعليم الأساسي ببلدية الغريفة فعالية المخيم الأول للطلاب والمواهب المتميزين تحت شعار خلق جيل متسلح بالعلم والمعرفة. يشمل المخيم على عدة برامج وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بإشراف عدد من المدربين والمعلمين ببلدية الغريفة. عقد المجلس البلدي البوانيس اجتماعا تم من خلاله مناقشة جدول الأعمال المطروح، الذي تناول عدة نقاط من بينها مراجعة وتصويب قرار تعليق المبالغ بحساب الأمانات ببلدية الغريفة. عقد عميد بلدية أم الرزم اجتماعا بالوكيل العام لوزارة الاقتصاد بمقر الوزارة بمدينة البيضاء، تم من خلاله مناقشة بعض القضايا التي تهم المواطن بالبلدية، ومن بينها توفير مادة دقيق للمخابز وتشكيل لجنة حصر الأسر التي لم تتمكن من التسجيل بالجمعيات الاستهلاكية ببلدية أم الرزم. نظم فريق المعرض الخيري للكتاب بمدينة درنة فعاليات الملتقى الثالث التشجيعي لمعرض الكتاب الخيري بمدرسة الأوائل. اشتمل العرض على كتب علمية وثقافية وأدبية إلى جانب الصحف والمجلات المحلية والعربية، بمشاركة عدد من المثقفين والناشطين والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي بمدينة درنة. أقيمت ببلدية زليتن ورشة عمل وحلقات نقاش حول الاشتراطات الواجب توفرها في مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية. الورشة أشرف عليها مكتب الإصحاح البيئي ببلدية زليتن بحضور أعضاء الحرس البلدي وعدد من منتسبي مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بقطاع الصناعة والتجارة داخل البلدية. وأيضا في أخبار البلاد، تعد البرامج التوعوية والترفيهية من البرامج العلاجية لبعض الآثار النفسية التي تخلفها الحروب والنزاعات وخاصة الأطفال. إحدى المنظمات الأهلية في بن وليد قامت الفترة الماضية ببرنامج توعوي للأطفال لإخراجهم من صدمة الحروب والتهجير. التقرير التالي يحمل المزيد من التفاصيل.
للأطفال ليست المرة الأولى الذي يقام فيها هذا المشروع بمدينة بني وليد كسائر عدد من المدن الليبية. تتواصل فاعليات هذا المشروع لثلاثة أشهر، تستهدف الأطفال ما بين 3 سنوات إلى 15 سنة الذين عاشوا ظروف الحرب والتهجير. هنا وبكلية التقنية الإلكترونات أقامت منظمة السبيل للعمل الأهلي وبمشاركة يونيسف ولمراكزها والمخصصة لأطفال النازحين من مدن الصراع، شملت عددا من الألعاب والفقرات الترفيهية. القائمون على هذا المشروع وبحسب قولهم بأن الهدف منه هو إدماج الأطفال مع البيئة التي يعيشون بها، وبالإضافة إلى الدعم النفسي للطفل وفق برنامج معد من المنظمة. الأطفال عبر هذه الفقرات أرادوا أن يقولوا بأن الحياة مستمرة والأمل في غد أفضل والعودة إلى مدينتهم سرت بات قريبا. والحديث أكثر حول هذا البرنامج معنا عبر الهاتف رئيس منظمة السبيل فرع بن وليدة السيد كمال قطيط. صباح الخير سيد كمال. سيد كمال، هل أنت في الاستماع؟ سيد كمال، هل أنت في الاستماع؟ سيد كمال، هل أنت في الاستماع؟ نعم سيد كمال، هل أنت في الاستماع؟ نعم أنا في الاستماع. صباح الخير سيد كمال. صباح الخير أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سيد كمال، حدثنا أكثر عن هذا البرنامج ومن الجهة التي نظمتها. أولا تقدم بجزيل الشكر لقناة النبأ لتحت هذه الفرصة للتعريف بمشروع المساحات الصديقة للأطفال بني وليد. نعم سيد كمال، سألتك عن هذا البرنامج ومن الجهة التي نظمتها. طبعا البرنامج من تنظيم مؤسسة السبيل للعمل الآلي وبدعم وتعاون منظمة اليونيسيف لرعاية الطفولة. المشروع يهدف إلى خلق أجواء من الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأسر النازحة التي نزحت إلى مدينة بني وليد، ومحاولة الرفع من مستوى معاناتهم وبالأخص الأطفال اللي هم نازحين من مناطق النزاع كمدينة سرت التي تشهد حاليا عمليات عسكرية مسلحة. طيب سيد كمال، كيف كان الإقبال وما مدى استفادة المشاركين يعني الأطفال في هذا البرنامج؟ طبعا نحن وضعنا خطة نقوم من خلالها بمتابعة الأطفال. عندنا نشاطات مختلفة لعمليات الدعم النفسي والاجتماعي وتقييم الأطفال اللي ممكن يكونوا تعرضوا لصدمات نفسية واجتماعية. الإقبال إلى حد الآن والحمد لله يسير بشكل جيد جدا. المشروع لا زال في بدايته. نحن نحاول قدر الإمكان الاتصال بأعضاء لجنة الأزمة واللي عندنا معاهم بإذن الله اجتماع خلال الأسبوع القادم، لجنة الأزمة سرت المتواجدين في مدينة بني وليد لحثهم على جلب أطفالهم حتى يشاركوا في هذا المشروع وتوعيتهم بأهمية مشاركة الأطفال في مثل هذه النشاطات التي بإذن الله حيكون لها المردود الإيجابي على نفسية الأطفال، ومن ثم ممكن إيجاد حتى العلاج المناسب للأطفال اللي يمكن يكونوا تعرضوا لمشاكل وضغوطات نفسية. نعم هذه بادرة طيبة، نتمنى أن تشمل جميع المدن الليبية. كمال سيد كمال قطيط رئيس منظمة السبيل فرع بن وليد، شكرا جزيلا لك.
أما الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة لأهم وأبرز الأخبار الرياضية مع زميل عبر الجزيري. صباح الخير هم. صباح خير سميلة وصباحك رياض إن شاء الله. إن شاء الله شن جديدنا وشن عندنا محلي ودولي أكيد, أكيد. البداية حتكون دائما الدوري الليبي لكرة القدم. طبعا اليوم حتكون انطلاقا للأسبوع السابع أو الأسبوع الثامن والأخير بالنسبة للمجموعة الأولى هي المنطقة الشرقية بالنسبة للدوري الليبي لكرة القدم. اليوم مباراة مهمة جدا حتحدد مصير بعض الفرق, وأيضا هناك مباراة مؤجلة حتكون بعد الأسبوع إن شاء الله مباشرة. عندنا مباراة اليوم بين دارس نصر, اللي تقريبا نصر بحاجة إلى هذا الفوز برغم أن لديه مباراة مؤجلة. نصر ودارس حيتلاقوا إن شاء الله على ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء. نصر في رصيد 11 نقطة من 6 مباريات وفقدان مباراة واحدة فقط أمام الأهلي بنغازي بثلاثية من قبل هدف واحد. أيضا الأخضر والهلال أيضا الفريقين اليوم عندهم فرصة كبيرة في التواجد للدور المقبل في الدور الخماسي. الهلال ب 14 نقطة يعني متقدم على الفريقين النصر والأخضر بثلاث نقاط, وأيضا لديه مباراة مؤجلة. أيضا الأخضر لديه مباراة مؤجلة يلعب الأخضر والهلال, يعني يعتبر مباراة مهمة جدا للفريقين, وثلاث نقاط ستجعل أحد الفريقين في الدور الخماسي. أيضا التعاون والتحدي حتكون أيضا مباراة بكرة هذه بالنسبة للتعاون والتحدي والأخضر والهلال. التعاون اللي تفوق على شباب الجبل في اللقاء الماضي بهدف مقابل شيء ودخل في رصيده أول ثلاث نقاط, وبالأحرى هي أول نقاط تدخل لرصيد فريق التعاون في هذه المسابقة اللي إلى الآن في المرتبة الأخيرة في المجموعة الأولى, بينما التحدي لازال أيضا بأربع نقاط. عندنا شباب الجبل وأيضا النجمة, شباب الجبل بثمان نقاط والنجمة بخمس نقاط في المجموعة الأولى. هذا بالنسبة لي الدوري الليبي لكرة القدم. نمشي للكرة الطائرة. طبعا تتواصل الآن بقاعة مصرات الألعاب الرياضية بطولة ليبيا لكرة الطائرة تحت سن 19 سنة بعد انتهاء البطولة 17 سنة بتفوق فريق سويحلي بهذه بالبطولة بالنسبة للفئة تحت 17 سنة. البطولة 19 سنة انطلقت يوم الجمعة الماضية, أمس كان هو اليوم الثاني بالنسبة للبطولة. الأهلي بطرابلس يأكد علو كعب مرة أخرى ويتفوق على شعبي ثلاثة أشواط مقابل لا شيء, 25-11 25-11 و25-15. السويحلي ايضا منافس مهم في هذه البطوله, يحاول ان يتحصل على لقب. نعرف ان فريق الاهلي طرابلس هو حامل لقب البطوله الماضيه. السويحلي ايضا امس تفوق على الترسانه في ثاني لقاءات هذه المسابقه او ثاني ايام هذه المسابقه. السويحلي تفوق على الترسانه بثلاث اشواط مقابل شوط واحد. الشوط الاول كان الترسانه ب 26 مقابل 24. الشوط الثاني عاد السويحلي ب 25-11. الثالث والرابع ايضا السويحلي 25-17 و25 20. اليوم اللي هو اليوم الثالث طبعا الهلال مع الاشعاع والاهلي طرابلس مع الترسانه. السويحلي حيكون في راحه بالنسبه لليوم الثالث في هذه البطوله. ومباراه مهمه اللي حتكون يوم غدوه ان شاء الله بين الاهلي والسويحلي هي حتحدد حامل اللقب او صاحب البطوله للبطوله تحت سن 19 سنه. نمشي للدرجات اللي تعود على الصعيد الدولي. فريق الاولمبي بالزاويه للدرجات كان في مشاركة بتونس في اليومين الماضيين, تحصل على نتائج طيبة بالنسبة للأكابر والأشبال, جاءوا في المركز الثاني وفريق الأواسط جاء في المركز الثالث. البطولة اللي كانت في تونس تحديدا بطولة متوسطية بالنسبة لعدة ألعاب من بينها لعبة الدرجات اللي شارك فيها فريق الأولمبي ممثل ليبيا في هذه المسابقة. قدم فريق الأولمبي مستوى مميز جدا بين 85 دراج من الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإيطاليا, وعادوا بالقلائد من هناك. ألف مبروك لفريق الدرجات بالأولمبي بالزاوية. أيضا أوروبيا نعرف أن لازالت البطولات الأوروبية على الأبواب. فريق برشلونة أو فريق بايرن ميونخ بالأمس تفوق على الانتر ميلان برباعية مقابل هدف واحد. الهدف الأهداف جاءت عن طريق جوليان جرين الأمريكي, هدف الأمريكي الشاب اللي عمره 21 سنة اللي يلعب في بايرن ميونخ سجل ثلاث أهداف بالأمس. أيضا فرانك ريبيري سجل هدف بالنسبة لبايرن, وأيضا إيكاردي سجل الهدف الوحيد واليتيم لفريق إنتر في مباراة كأس الأبطال التي تقام في هذه الفترة في أمريكا وأيضا الصين وأستراليا. عندنا أيضا برشلونة تفوق على سيلتيك بثلاث أهداف مقابل هدف عن طريق توران وأمدوزا بهدف عكسي طبعا, ومنير الحداد يسجل الهدف الثالث بالنسبة لفريق برشلونة, والهدف الوحيد كان لسيلتيك عن طريق جريفيث. أيضا ريال مدريد تفوق على تشيلسي عن طريق مارسيلو ودياز بثلاث أهداف مقابل هدفين, هدفي تشيلسي جاء عن طريق هازارد. أيضا ليفربول تفوق على ميلان بهدفين مقابل لا شيء, وباريس سان جيرمان تفوق على ليستر برباعية مقابل لا شيء. وهيك وصلنا سميرة إلى نهاية أخبار رياضة في صباح جديد في النبا إن شاء الله. نعم عمر شكرا جزيلا لك لكل هذه المعلومات. مشاهدينا فاصل قصير ونتابع بعدها.
جهاز الحرس البلدي يضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عين زارة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قامت قوات الدعم والإسناد التابعة لجهاز الحرس البلدي طرابلس الأسبوع الماضي بحملة تم خلالها ضبط كمية من المواد الغذائية واللحوم منتهية الصلاحية في بعض محال في بلدية عين زارة، وتم على إثرها إقفال محلات مخالفة بالشمع الأحمر. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود التي يقوم بها جهاز الحرس البلدي لبعض المحال والصيدليات في كافة بلديات طرابلس الكبرى. والمزيد حول هذه الحملة ينضم إلينا هنا في الاستوديو المسؤول الإعلامي بجهاز الحرس البلدي الملازم يوسف الجلوشي. صباح الخير سيد يوسف. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. طبعا كيف ما شاهدنا أنه أنتوا قمتوا بجولة لضبط كميات من المواد المنتهية الصلاحية، هل تقومون بهذه الدورات بهذه الجولات بشكل دوري أم عندما تعلمون أن هناك مواد غير صالحة للاستهلاك يعني موجودة منتشرة في السوق؟ نعم، أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نصبح على الشهداء والمواطنين. قامت إدارة الدعم والدوريات التابعة لجهاز حرس البلدي المنطقة الغربية المدة الماضية بجولات ميدانية على المحال التجارية والقصابين بخصوص المواد المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري. طبعا بخصوص سؤالك بشكل دوري أم عند وجود بضائع منتهية الصلاحية، نحن الحرس البلدي طبعا العمل المكلفين به بشكل يومي، لدينا دوريات تخرج إلى الشوارع والميادين بشكل يومي للقصابين والمحلات، جميع المحلات التجارية. فلهذا مرة يقوموا بضبط المواد المنتهية الصلاحية عكس ممكن الأجهزة الأمنية الأخرى. القضية مثلا تجيك في المكتب، لا، نحن الحرس البلدي نبحث على القضية وعلى المخالف داخل المحل متاعه. عندنا الدوريات مشكلة من جهاز حرس بلدي، عندنا من ضباط وضباط صف أفراد وموظفين طبعا. كل من يعمل على العمل المكلف به. الحرس البلدي تم ضبط هذه المواد في منطقة عين زارة بالتحديد. القصابين الحقيقة في بعض اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري تم ضبطها وإتلافها بالطريقة القانونية بالتقرير مفتش الصحيين من قبل منطقة عين زارة. طبعا إدارة الدعم والدوريات تابعة لجهاز الحرس البلدي هذه المنطقة الغربية، حدودها الإدارية طبعا المنطقة الغربية بالكامل. تتجه لأي مكان في المنطقة الغربية، ونتجه طبعا حتى عندنا المراكز وعندنا فروع داخل جهاز حرس البلدي، والضبط شبه يومي، والمخازن الحقيقة لدينا ممتلئة بالمواد المنتهية الصلاحية والمسرطنة داخل المدينة. نعم. طيب سيد يوسف، هل قوات الدعم لإسناد جهاز الحرس البلدي هو جهاز مستحدث؟ حدثنا عن ليس مستحدث. قوة الدعم والدوريات بالجهاز حرس بلدي هي أصلا أعضاء جهاز حرس بلدي، اسمها مسمى مثالا نقوله إحنا مركز، نقوله فرع طرابلس أو نقوله مثلا فرع سبها أو بنغازي أو عكس هذا. هذه إدارة الدعم والدوريات. عندنا إدارة الدعم والدوريات المنطقة الغربية، عندنا المنطقة الجنوبية، عندنا المنطقة الشرقية. إدارة دعم دوريات زي ما حكيت لك سالفا حدودها الإدارية، مش زي مركز. مثالا نقول احنا مركز سوق الجمعة او كذا، مركز سوق الجمعة عند حدود الإدارية تبع سوق الجمعة. إدارة الدعم دوريات هذه الإسناد لجهاز حرس البلد للمراكز حرس البلدي في حالة قصور اي مركز حرس بلدي او نقص في الاعضاء من مركز حرس بلدي، يقوم إدارة الدعم دوريات بكف العجز عند المراكز والخروج تدعمكم للعب. يعني دعم. نعم. تشمل طرابلس بالمجمل؟
اداره الدعم الدوريات هي عند ناس جنوبيه زي ما حكيت لك جنوبيه منطقه جنوبيه بالكامل من سبها لعند مثلا مرزق غاد كذا كذا الغربيه من الجبل بالكامل عندك لعند سرت ولا الشرقيه من جدابي لعند طبرق ونحن زي حرس بلدي مهامه اللي يقوم بها المهام مهام حرس بلدي طبعا تفتيش على احنا الحرس البلدي مهامنا طبعا امن الغذائي للمواطن الامن الغذائي والدوائي نحن حرس بلدي جهاز ضبط يمني في سبيل صحه المواطن في طبعا في شهر رمضان حتى هو العديد والعديد تم ضبط المواد منتهيه الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك من قبل اعضاء جهاز حرس بلدي واتلافها وفي اللي تم تسليمها الى مثل وزاره الصحه مثل الادويه تم تسليم فوق من 15 شحنه ادويه منتهيه الصلاحيه تم ضبطها عند داخل الصيدليات وداخل العيادات حتى داخل العيادات للاسف الشديد طبعا استاذه سميره يوجد هناك ادويه منتهيه الصلاحيه اكسباير داخل العيادات والمستشفيات يعملوا بها للمريض ولا الحقيقه المريض جاي على مطلب حالته وتزيد انت ك تعطيه دواء غير صالح صح عليك وتم ضبط حتى ادويه مسرطنه فيها غاز الاثير يسمى غاز الاثير طبعا تم ضبطها في داخل الصيدليات وبيبيعوا في الادويه ممكن بسعر يوصل حتى 3 و4000 دينار لا يستطيع المواطن هذا طيب سيدي عندما تقومون بهذه الحملات وتتشمعوا المحلات والصيدليات بالشمع الأحمر نعم. أكيد أنتوا تتابعوا بعدها تشوفوا أنه هذا المحل هذا الصيدلية افتح من جديد أو 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 أو, أو لم يفتح نعم. كيف الخطوات اللي تقوموا بها؟ إحنا عندنا في القانون مادة اسمها فك ختام هذه فك ختام اللي بيفك الشمع الأحمر بدون الرجوع إلى جهات الاختصاص مثلا إذن من النيابة بفتح المحل أو الرجوع للحرس البلدي بفتح المحل نقوم بإحالته إلى جهات الاختصاص وإحنا حتى لما نقوم بقفل المحل ندير له في محضر جمع استدلالات يسمى محضر قفل يقفل المحل ويوقع عليه صاحب المحل والمحضر هذا يتجه مثلا بدون ترخيص نحوله للنيابة والنيابة إحنا بعتمد على الحرس البلدي الراجل طريقة النيابة بفتح المحل أو عدم فتحه أو سحب الترخيص الإجراءات القانونية الممنوحة نعم طيب هل هناك حملات اخرى في اطار الحملات تقوموا بها يعني نعم. في داخل طرابلس اكيد نحن الحرس البلدي مختصص لا نختص بالمواد المنتهيه الصلاحيه او الادويه فقط الصيدليات او نعم. لدينا 19 قانون نخش في جميع القوانين ذات الاجهزه الامنيه نخش في الحرس البلدي مسؤول عن المواطن من المهدي الى اللحد طبعا اختي سميره في جميع الاختصاصات اللي عند امس كانت عندنا حمله نظافه داخل مدينه طرابلس قائمين بالاشراف عليها جهاز حرس البلدي طبعا بتعليمات من النائب رئيس جهاز حرس بلدي لقيس معين طبعا تم تكليف الدوريات العامله بفرع جهاز حرس بلدي طرابلس بخروج مع شركات النظافه والاشراف عليها وتم تنظيف طريق الشط بالكامل وازاله سيارات الخرده من على الطريق والمركبات نعم. نعم المسؤول الاعلامي بجهاز الحرس البلدي الملازم يوسف الجيلوشي شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات التي صرحت بها في هذا البرنامج. شكرا. اما الان مشاهدينا نلقي نظره على ابرز درجات الحراره في اغلب مدن ليبيا. وإلى الرحلات الجوية بالمطارات الليبية حيث ستقلع اليوم من مدارج مطار معتيقة الدولي بمدينة طرابلس 22 رحلة منها 9 رحلات محلية 5 رحلات إلى الأبرق ورحلتين إلى طبرق ورحلة إلى تمنهند ورحلة إلى غاتب. أما الوجهات الدولية التي ستنطلق من مطار معتيقة لهذا اليوم الأحد 13 رحلة منها 6 رحلات إلى تونس و3 رحلات إلى اسطنبول ورحلة إلى كل من الخرطوم والإسكندرية وصفاقس والمنستيرة. أما عن مطار مصراتة ستقلع منه اليوم 3 رحلات منها رحلة محلية إلى حقل البريغا ورحلتان دوليتان رحلة إلى صفاقس ورحلة إلى اسطنبول.
وإلى أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، حيث يشهد الدولار الأمريكي اليومين الماضيين انخفاضا طفيفا، حيث وصل عند إغلاق مساء أمس السبت عند 4.97 دنانير، وأما اليورو فقد استقر عند 5.360 دنانير، بينما بقية أسعار العملات الأخرى كالليرة التركية والدينار التونسي والجنيه المصري تظهر على الشاشة الآن حسب سعر المصرف والسعر الموازي لها. أما بخصوص المواد الأساسية فسعر طبق البيض ب7.5 دنانير، وسعر كيلو السكر ب3.25 دنانير، وزيت الذرة ب5 دنانير، وزيت الزيتون ب8 دنانير للتر الواحد. إلى أسعار الخضروات فسعر كيلو الطماطم ب2.5 دينار، وكيلو الخيار ب2.5 دينار أيضا، وكيلو البطاطا ب1.25 دينار، وكيلو البصل ب1 دينار أيضا، وأما الليمون ب4.5 دنانير الكيلو، وكذلك الفلفل الحار ب3 دنانير. أما إلى أسعار اللحوم مشاهدينا، كما مبين في الشاشة فسعر كيلو الدجاج ب6 دنانير، ولحم الوطني ب20 دينار للكيلو، والإسباني ب14 دينار، ولحم البقر ب15 دينار، والإبل ب18 دينارا للكيلو. يومنا الجديد انتهى مشاهدينا وتابعنا فيه. ما هي الأساليب لحماية أجهزة أطفالنا من البرامج والألعاب المضرة والمشبوهة؟ حلقة اليوم حملت لنا الإجابة. لإخراج الأطفال من صدمة الصراعات والتهجير، إحدى المنظمات الأهلية تقيم مشروعا توعويا في مدينة بن وليد. كما تابعنا في هذه الحلقة أيضا، الحرس البلدي يضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عين زارة. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.